قلت ان بشيكو فبشيكو قال لي حاجه غريبه جدا. قال لي مؤمن لو مشي انا همشي. انا بصراحه ما شفتش مدرب في العالم واخد بالك يمشي عشان لاعبين واخد 3 أشهر مقدم وجايب واحد صاحبه معاه قال لي مش عارف اسمه ايه دون ودي كوفيه كده واخد بالك بياخد له 100,000 راخر والله العظيم ما بيعمل حاجه. عنده اخطاء وعنده لعيبه ما تستحقش تلبس نادي الزمالك. فهو انا بس عليه اعتاب صغير عليه انه يمكن اول مره اقول الكلام ده على الهواء فباخدش راي الجهاز الفني. الجهاز ده حضرتك عايزه خد رايه. وقال لك لاعب فلان وانت عايز تلعب علان دي مشكلتك انت خلاص. يا فندم المجلس كله في فندق انا اللي بعتهم يا فندم. طيب ما ده ان الراجل غضب وعايز يمشي. لا مين قال لك مغروف السين ده؟ مش بحملكم انتوا المسؤوليه. لان المفروض في كوتش عارف ان ليه تغيير ثالث ده يتم. واي لاعب مش قادر يطلع. راجل ظالم والعيال اللي عملوا هاشتاج روسي يبقى شكله مهم ايه دلوقتي؟ لا انا عصرت لمونه امبارح وشكرته وهزرت معاه عشان يعرف المتربصين ها؟ اقول له اصل لما كشر في وشه الراجل لا هذا رجل فاشل. انت مين انت؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ انت حالي دم الزمالك النهارده وفوت لك ماتش بتروجيت وفوت لك ماتش النجوم لكن لا انت هنقعد يعني 7 نقط يعني تلت النقط بتاع الدوري في الجول 7 مباريات راحوا انما تحرق دم الزمالك ليه؟ وبعدين هو كل ما انكر الدوري الاول تعمل لي مصيبه انزل هو السلم وتعبان يعني ايه ايمن حفني يقول لي ايمن حفني ومدبولي وعنتر طول انا موجود مش هتشم الكوره. ايه الغل ده؟ انا جايب راجل مجنون ازاي بعد كل ماتش يا بيه يطلع من الماتش يركب المرسيدس بتاعه على الفندق رايح يسكر ولا يقول للعيبه انت غلطت فيه ولا عملت ايه؟ طيب والمدرب بتاعك ده مجنون بالظبط فكرني واحد مجنون لاقيك في الشارع راح خبط الطوبه وجاري. طيب ما انت رئيس النادي تقدر تمشيه فيش ما تمشيه؟ لا هو مش هيمشي بس امال لا هيحصل له حاجه ثانيه قبل ما يمشي والله؟ لان جات لي معلومه من البرتغال ان دول اصلا مدرسين العاب مش مدربين فانا من حقي اشوف السيدي اشوفهم دول فعلا مدرسين العاب ويشتغلوا مدربين نادي الزمالك ده كلام بالظبط كده. لا قرفان قرفان ليه؟ لان عيل تافه امبارح في احدى البرامج طلع بيقول لك الزمالك الشكل الجميل ده عشان رئيس النادي ما عادش بيتكلم. الله ده يا ولد قليل الادب محتاج ربايه. بقول لك يا عفيفي لو جبت سيره رئيس نادي الزمالك تاني هعلقك من رجليك على بات دي ان سي. عفيفي بس هو عفيفي اعتقد ان هو صديق لامير واحمد وراجل زملكاوي مليون في الميه. لا 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 اسوء شيء دلوقتي الزملكاويه اللي بيقلق انا كنت مساعد الفاشل لغايه ما قال لك الكوكولا والميه والبيبسي شفت طلع بيبسي تطلع ميه والميه تطلع بيبسي ما كنت متحمله طلعنا اتغلب من كابس وطلعنا من البطوله الافريقيه واتغلب والعهد اللبناني وطلعنا البطوله العربيه كل دوت لغايه ما قال لي ادب كل اللعيبه اللي انت شايفها دول واللي النهارده ما لعبوش ما جابوش 5% من لياقتهم خلي بالك على امكانياتهم الفنيه وامكانياتهم الفنيه لان الراجل بتاع اللياقه البدنيه اللي مشي ربنا يسامح بقى اللي جابه خلاص طلع راجل مدرس العاب ما هو ده ميتشو اللي انتوا اخترتوه انتوا اخترتوه تمام اللي كان عبقري ميتشو دون والاخ واللعيبه ايه ميشو دي؟ ميشو اسمه ميشو اصل ميشو ده في مسلسل ابن اصول اللي هو حماده هلال مسمينه ميشو واحنا بنتناقش مع نبوشه حاطين في الاعتبار يقعد وحاطين في الاعتبار ايه؟ جميل يمشي اصل من كتر المدربين اللي مشوا ما عدتش فاكر باتشيكو ده نقول فيه انت عشان تكلمني باتشيكو ابعت لي صورته على الواتساب عشان افتكره جوزيه اللي اسمه فيريرا النصابين الحراميه ده بيكون عايز فاشل ومجرم طيب ما الراجل اكيد سمعك اتفضل يا بيه ثانية واحدة أنا في القعدة المغلقة بقول له واللي في صحف بينفذها أنا عندي 2 باكشن قالوا مصمم على الحمام الطلبة شاري لعيبة بملايين مصمم علينا دريب عبد الخالي يمشي مصمم علينا الودار والسام يمشي راجل مش طبيعي عشان الراجل ده اللي هو مخه معمول ده راجل بيتخانق مع نفسه تمام مش عايز انا مشاكل كفايه باتشيكو ولا بستني باتشيكو انا عارفه فريرا راجل يعني لوحده كده وما بيسلمش على حد وعامل كده على طول وبتاع انت مش طايق الراجل ده كان على حساب نادي الزمالك يا جماهير الزمالك طول الليل يسكر في الماريوت ما يعرفش ان في لاعب قاعد في استاد اهلي كايرو
شيشة كل الليل ولاعب ثاني مش عارف عامل علاقة مع بنت مين، ده راجل فاشل. ده الفاشل الأول. مين بقى في الملعب كان فاشل يا مقدر؟ المدرب يا فندم، لأن احنا شوف يا أنا كلام واضح. ثاني بتشكيله الخاطئ اللي كسبه هنا ثلاثة اللعيبة مش المدرب، روح اللعيبة العشرة لعيبة اللي كانوا رجالة. أنا ليا ضربتين جزاء مع مدرب فاشل فاشل يا فندم. انا اصل انا في شرط جزائي، فانا جايب له مدرب عام بصلاحيات فنيه. طيب هو اللي يعمل التشكيل، هيعمل التغيير، مش عاجبه يمشي.